ومع أخبار قطاع الناشئين، حيث حقق فريق الأهلي مواليد 2001 بقيادة محمد شرف فوزا هاما على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة. ونجح الأهلي في قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم الزمالك في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني عن طريق يوسف عبد النبي، وتعادل للأهلي عبد الوهاب علي في الدقيقة 14، وسجل أحمد أشرف هدف الفوز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء. وللمزيد من التفاصيل حول المباراة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل قناة الأهلي فاروق صلاح. فاروق، أهلا بيك ومبروك للأهلي، وكلمنا عن سير المباراة وفوز الفريق اليوم. تحياتي ليكي زميلتي آية ولكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي، ومبروك لكل جمهور النادي الأهلي. النهارده كان في الأسبوع ال 28 مباراة مؤجلة ما بين الأهلي والزمالك أقيمت على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة. بدأ لأن النادي الأهلي المباراة بسيطرة من شوط اللقاء الأول، طبعا كان الأهلي حسم الدرع الدوري قبل المباراة، مدي نوع من الهدوء شوية للاعب النادي الأهلي، قدر النادي الاهلي يفرض سيطرته من شوط اللقاء الاول، لكن انتهى الهجمه من لعيبه النادي الاهلي على الفريق عبد الوهاب محمد سلامه، وصل اكثر من كره على مرمى الحارس زياد اسامه حارس مرمى نادي الزمالك، ولكن عدم انهاء الهجمه بصوره صحيحه سليمه من النادي الاهلي، قدر ان هو ينهي الشوط الاول بتعادل سلبي بدون اهداف. الشوط الثاني الكابتن محمد شرف بدا بهجوم ضاغط، هجمه مرتده على النادي الاهلي في الدقيقه الرابعه، قدر من خلالها اللاعب يوسف عبد النبي يحرز هدف التقدم لنادي الزمالك. سريعا استعاد النادي الاهلي زمام المباراه مره اخرى، قدر ان هو يتحكم في رتم اللقاء، احرز هدف تعادل عن طريق اللاعب عبد الوهاب علي من كره اتلعبت من ناحيه الشمال لعبها محمد اشرف جوه مربع العمليات، محمد سلامه سندها لعبد الوهاب سلم جوه ال 18 وركنها ببطن القدم، اسكنها شباك الحارس زياد اسامه. استمر النادي الاهلي بعد الهدف التعادل على نفس الضغط، وقدر يوصل لاكثر من كره، لكن محمد سلامه اهدر فرصتين محققتين للنادي الاهلي وايضا اللاعب عربي. في الدقيقه 32 من انفراد بحارس المرمى اللاعب عبد الوهاب علي اللي بعتبره من نجوم اللقاء النهارده للنادي الاهلي، اعاق حارس المرمى زياد اسامه وتحصل النادي الاهلي على ركله جزاء، قدر يحرز من خلالها اللاعب احمد اشرف هدف الثاني للنادي الاهلي وهدف الفوز. بعد ركله الجزاء قدر النادي الاهلي يوصل لاكثر من كره، ولكن برضه استعجال من لاعبي النادي الاهلي وتسابق في اهدار الفرص، انتهت اللقاء والمباراه بهدفين مقابل هدف للنادي الاهلي. عايز اوضح لحضرتك ايضا زميلتي هي ان النادي الاهلي بعد نهايه اللقاء رفع رصيده من النقاط للنقطه رقم 80، وفارق النقاط اصبح بينه وبين الزمالك وانبي اصحاب المركز الثاني 22 نقطة، توقف رصيد انبي نادي الزمالك بعد لقاء اليوم عند النقطة 58، والنادي الأهلي وصل للنقطة 80 بفارق 22 نقطة. فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي، شكرا ليك.